لا سيدتي، أنا قلت لك الجزائر لم تفرض هذه التأشيرة قبل. إحنا علاقتنا مع المغرب منذ 1963، وقد نعم كانت متوترة وتم قطع العلاقات في أكثر مرة. وثم المشكل الحقيقي بين المغرب والجزائر هو رغبة الجزائر في مهاجمة المصالح المغربية ومعارضتها في المتزايد لأقتهم، وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين الصيد البحري والزراعة قد أعطيا فوائد محددة وملموسة وجوهرية، وهو لم يكن يحصل وفق هذه المحكمة. تحديدا ما رأيك؟ الوحيد الذي تناول الكلمة وطلب الكلمة لإثارة مسألة خاصة بنقطة نظام نقطة تتعلق بالإجراءات ولا تتناول المضمون، وخير دليل على ذلك أن كل البيانات التي ألقيت هي مليئة بالأكاذيب والمزاعم المغلوطة. ولم في الصحراء المغربية تطورات مهمة ومتسارعة لدرجة فاجأت خصوم المغرب وأربكت. إذا السلام عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. كما شفتوا معايا في مقدمة الفيديو فهنالك مواضيع مختلفة تخص مغربنا الحبيب عن ملف الصحراء المغربية، وكل مواضيع تتعلق بملف الصحراء المغربية. فباش ما نطولوش بزاف خليكم معايا نشوفوا عناوين حلقة اليوم ونمروا الفيديو مباشرة. ما أثر فرض الجزائر تأشيرة على حاملي جواز المغربي وما علاقة إسرائيل بذلك؟ رد في المستوى من مغربي على جزائري على قناة بريطانية. أيضا الصحراء المغربية، ماذا وراء إبطال اتفاقيات تجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟ الدكتور المغربي يرد بقوة على ممثل البوليساريو والجزائر على قناة فرنسية. أيضا الأمم المتحدة، إبراز دعم دولي متنامي لمغربية الصحراء. أيضا رد مزلزل وقوي من مغربية تطرد كراغلة الجزائر من الأمم المتحدة. ما نطولوش بزاف الأصدقاء، ندوزوا الفيديو مباشرة. أتحدث إلى عبد الرحيم شهيد رئيس كتلة الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب المغربي، لكن لفهم القرار أتحدث أولا إلى الدكتور علي ربيج نائب في البرلمان الجزائري عن حزب جبهة التحرير الوطني وأستاذ العلوم السياسية. أهلا دكتور علي. أهلين وسهلين، تحية ليك ولضيفك ولكل المتابعين. دكتور علي، لماذا يعني قررت الجزائر الآن فرض تأشيرة فورية على حاملي الجوازات المغربية الراغبين في زيارة الجزائر؟ بكل بساطة، قررت الجزائر أنها تفرض التأشيرة على كل مغربي يحمل جواز سفر مغربي، سواء من دخل من المغرب أو دخل من أي نقطة أخرى من العالم، أنه يكون له تأشيرة. هذه التأشيرة جاءت لعدة أسباب، ربما السبب الحقيقي هو الأسباب الأمنية، لأنه في مغاربة دخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود الجزائرية المغربية، وانخرطوا وتعاملوا مع الجزائريين وشكلوا ما يسمى بشبكة تجسس لصالح النظام المغربي. والخوف كذلك اليوم بأنه بعد التطبيع المغربي مع إسرائيل أنه يمكن أن يدخل إسرائيليون يحملون لجوازات سفر مغربية ويهددون مؤسسات الدولة ويهددون استقرار وأمن الجزائر. طيب، لكن دكتور علي، النيابة العامة الجزائرية في هذه الحادثة التي ذكرتها بخصوص مسألة شبكة التجسس، النيابة العامة في تلمسان في الجزائر أعلنت تفكيك شبكة تجسس تضم مغاربة وجزائريين، يعني لم يكونوا مغاربة فقط. وبحسب البيان الصادر عن النيابة العامة، يعني من دخل إلى الجزائر هو دخل بطريقة غير قانونية، وبالتالي فهو يعني لم يستغل عدم الحاجة لتأشيرة. لا، الآن التأشيرة أصبحت أمر تقني من خلاله يمكن للأجهزة الأمنية ولكل شرطة الحدود أنها تتحقق من أي شخص يدخل. فاليوم أنا قلت لك السبب الحقيقي هو هذا التطبيع الإسرائيلي المغربي. اليوم دكتور علي، التطبيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل وقع في عام 2020، أي منذ 4 سنوات. هذه هي نتائجه، هذه هي نتائجه. احنا لما قطعنا العلاقات مع المغرب خوفا من انه يمضي المغرب في علاقاته الامنيه والاستراتيجيه والعسكريه بالتعامل مع اجهزه امنيه تابعه لدوله الكيان الصهيوني. واليوم انت تعرفي انه فيه اسرائيليين يجيدون ويحسنون اللغه واللهجه المغربيه وقد يدخلون الان الى الجزائر عن طريق حتى التاشيره. فلهذا انا قلت لك اليوم
السبب هو سبب أمني، بالإضافة إلى أن الأسباب السياسية وتدهور العلاقات وقطع العلاقات كلها عملية تراكمية أوصلتنا إلى هذه المرحلة التي لم نكن نسعى إليها أو نتمنى، لكن حكومة المغرب هي من مسؤولة بشكل مباشر، وهذا ما جاء في بيان وزارة الخارجية عن الوضع الذي وصلنا إليه في العلاقات الجزائرية المغربية. يعني لكن دكتور علي، يعني إذا كانت هناك عناصر تتجسس أو حتى ما ذكروا البيان عن فكرة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات وغيرها من الأمور التي ذكرت بشكل واضح في البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية، هؤلاء يعني يتسللون عبر الحدود، يعني سيحدث هذا سواء كان هناك تأشيرة أم لم يكن هناك تأشيرة، لأنهم لا يمرون أصلا عبر المطارات. لا لا سيدتي، أنا قلت لك الجزائر لم تفرض هذه التأشيرة قبل، احنا علاقتنا مع المغرب منذ 1963، وقد نعم كانت متوترة وتم قطع العلاقات في أكثر مرة ثم استرجعناها في 88، وكذلك تم قطع العلاقات في 94 وغلق الحدود. ونذكرك أن فرض التأشيرة لم نكن نحن الأوائل، بل المغرب هي التي بادرت إلى فرض التأشيرة في 94 عندما فرضت التأشيرة على كل جزائري أو كل جزائري يحمل جنسية أخرى من أصول جزائرية أن تفرض عليه التأشيرة. التأشيرة اليوم التي فرضت تأتي في سياق وفي ظروف مختلفة تماما، وهو التطبيع مع الكيان الصهيوني. وأنا أتوقع سيدتي المحترمة أنه ستحدث دول أخرى مغاربية بنفس القرار الذي اتخذته الجزائر، وهو فرض التأشيرة على كل مغاربي مغربي يدخل إلى هذه الأراضي، وربما قد تكون تونس أو موريتانيا. لماذا؟ لأننا اليوم أصبحنا نخشى ونخاف من أن رجال وعناصر الموساد الذين أصبحوا يصولون ويجولون في المغرب يمكن أن يتسللوا إلى الجزائر أو إلى أي دولة مغربية. فاليوم نحن هذا التأشيرة هي ليست عندها ارتباط عضوي أو وظيفي بمسألة توتر العلاقات مع المغرب. كانت متوترة العلاقات من قبل، ولكن لم نقطع العلاقات مع المغرب، لكن عندما طبع بهذه الصيغة وبهذا هذا العمق في العلاقات مع الكيان الصهيوني، الجزائر من حقها أنها الآن تتخوف، ما دام أنه المغرب يوقع اتفاقية أمنية وعسكرية وتعاون أمني. أما الآن فأرحب بعبد الرحيم شهيد، رئيس كتلة الاتحاد الاشتراكي في مجلس النواب المغربي. أهلا وسهلا سيد عبد الرحيم. شكرا الإخوة في بي بي سي على الاستقبال، وأنا سعيد بالتواجد معكم، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن المشاهدين والمشاهدات. أهلا بك في بودكاست يستحق الانتباه. سيد عبد الرحيم، يعني ما هو تفسير الصمت المغربي الرسمي حيال قرار الجزائر بفرض تأشيرة على حاملي الجوازات المغربية؟ الصمت المغربي هو ليس جديدا، والمثل العربي يقول دائما الصمت حكمة. المغرب تعامل دائما بكثير من الحكمة مع العديد من المبادرات التي تقوم بها الجزائر، وليست المرة الأولى، منذ فترات طويلة هناك عمليات كبيرة تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية في معاداة يعني المصالح المغربية في المنتديات الدولية ومنتديات دبلوماسية ومؤتمرات موازية برعايتها يعني لكيان صغير تحاول أن تعطيه شرعية على الصعيد الدولي. اليوم تنتقل الجزائر بخطوة مثل هذه إلى العلاقات الإنسانية الخاصة، وتعرفون ويعرفون أن العلاقات الجوار بين المغرب والجزائر بها الكثير، والمواطنين والمواطنات الذين لهم علاقات قرابة، أبناء عمومة، علاقة مصاهرة، علاقات في المنطقة الموجودة بين وجدة، منطقة المدينتين الأشهر وجدة وتلمسان، وجدة بالمغرب وتلمسان بالجزائر. فسابقا تم إقفال الحدود يعني وفي 1994 تماما، وفي لاحقا الجزائر في 2021 قطعت العلاقات الدبلوماسية مما صعب يعني العلاقات للمواطنين والمواطنات، ثم لاحقا أقفلت الطيران في وجه المواطنين والمواطنات. اليوم تأشيرة كان وضع التأشيرة أمام المغاربة والمغاربين هو إذن عقبة ثانية أمام العلاقات التي تجمع الشعبين، وهي رغم كل هذا لم تتأثر، يعني العلاقات الإنسانية بين المواطنين والصداقات حقيقية. لكن سيد عبد الرحيم، يعني الجانب الجزائري وفقا للبيان الصادر عن الخارجية الجزائرية يتحدث عن أنه هناك مخاوف على أمن واستقرار البلاد بسبب يعني
محاولات بحسب البيان يعني انخراط المغرب في أفعال تمس استقرار الجزائر وأمنها الوطني ونشر عناصر استخباراتية من حملة الجوازات المغربية، وبالتالي هناك اتهام واضح للمغرب. يعني هذا التبرير الذي قادته الجزائر هو تبرير معزول عن سياقاته، لأن يعني وجود عمليات تجسسية أو عمليات مضاهضة للنظام يعني التي تعزز يعني تهدد الأمن لابد أن تكون وقائع مؤشرات على ذلك، وهي غير موجودة بالمطلق. لكن الجانب الجزائري تحدث عن القبض على مواطن مغربي، القبض على شبكة تجسس تضم مواطنين مغاربة وجزائريين، لكن يقودها شخص مغربي تسلل عبر الحدود، وهناك تحقيق الآن في هذا، فهناك واقعة معينة تتحدث عنها الجزائر. لا 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 سيدة نغم، اليوم العالم يعرف الصعوبات الموجودة على الصعيد التجسس وكيف تطور التجسس على الصعيد العالمي بشكل كبير، وعملية صغيرة مثل هذه التجسس، الجزائر سكرت الحدود، ليس هناك من يتسرب إلى الجزائر ومن يقارب إلى الجزائر. الجزائر بقرارات وبتبريرات صغيرة وواهية لن يقبلها أحد، لأن الدخول التجسسي اليوم عبر الوسائل الإلكترونية وعبر الأقمار الاصطناعية أكبر بكثير من تسرب شخص عبر الحدود ليجد مكانه أو ليتصنت على الخبر. هذه صورة مضحكة ربما هي لاستهلاك الداخلي. الجزائر اليوم تحاول صنع رأي عام داخلي على مقاسها. النظام الجزائري في ورطة وصعوبة كبيرة في تسويق نمطه الذي هو نمط قديم للغاية. النظام الجزائري هو نظام يعيش على الحرب الباردة. يعني ما المصلحة سيد عبد الرحيم؟ يعني اشرح لنا أكثر من وجهة نظرك أنت الشخصية، ما المصلحة من مسألة اتهام المغرب بأنها يعني تمس الأمن أو تمس أمن الدول المغربية بشكل عام؟ يعني وليس جديدا، والمعروف كثير بأن جوهر الصراع بين المغرب والجزائر ليس هذه الأشياء الثانوية التي يبحث عنها النظام الجزائري اليوم. جوهر الصراع بين النظام المغربي والنظام الجزائري وبين النظام الجزائري والشعب المغربي وكل قواه الحية وحول الصحراء المغربية. مع ضيفي مشاهدينا الكرام من الرباط الدكتور الحسن قرطيط، أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة دكتور الحسن قرطيط. شكرا لكم. مرحبا كل الترحيب بك، ورحبا وأنت أيضا بضيفي في الجانب المقابل من فالنسيا الإسبانية السيد أبي بوشراي البشير، ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك أيضا على تلبية هذه الدعوة سيد أبي بوشراي البشير. أهلا وسهلا، مساء الخير. فقط التصحيح، أنا ممثل جبهة البوليساريو في سويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف. مساء الخير أستاذ حكيم. أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تصحيح صفتك. مرحبا بكم كل الترحيب. بدت أن أسأل أولا، ما تعليقكم على إبطال محكمة العدل الأوروبية اتفاقين تجاريين مبرمين بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي، ولماذا اعتبر انحيازا سياسيا على حد تعبير وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة؟ أطرح لك السؤال أولا دكتور الحسن قرطيط، أستاذ الأنظمة السياسية والعلاقات الدولية بمعهد الدراسات العليا للتدبير، مرحبا بك من جديد. مساء الخير. بداية ينبغي القول على أن القرار محكمة العدل الأوروبية هو سقطة قضائية وقانونية بكل امتياز، لأن الطبع السياسي واضح وجلي في هذا القرار، على اعتبار أن بعض المغالطات أو بعض الوقائع التي ما تم اعتمادها وبعض العناصر التي تم اعتمادها على المستوى القضائي هي من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن. وأعتقد على أن هذا الأخير سبق وأن قال كلمته فيما يتعلق بالنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، والقرار 27/03 الأخير وقبله توصيات مجلس الأمن كلها تتحدث على أن هذا النزاع من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن، وفيه توصيات واضحة حددت أطراف هذا النزاع وحددت، وفيه دعم واضح لمبادرة الحكم الذاتي في تحت سيادة المملكة المغربية. قرار محكمة العدل الأوروبية هو قرار يعني الأوروبيين بشكل واضح، على اعتبار أنه يضع الاتحاد الأوروبي في إشكال غير مسبوق، في مأزق غير مسبوق، في مواجهة مع باقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي. ودليل على ذلك هو مباشرة بعد خروج
خروج قرار محكمة العدل الأوروبية، كان هناك الإعلان المشترك لوزير الممثل السامي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل وفوندرلاين رئيسة المفوضية الدرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي. طيب سنأتي على ردود الفعل الأوروبية خلال لحظات دكتور. الاتحاد الأوروبي بالشراكة الاستراتيجية مع سنأتي على ردود الفعل خلال لحظات الأوروبية وهذه المواقف الأوروبية المتناغمة من أجل حماية هذه الشراكة، ولكن لماذا اعتبر انحيازا سياسيا؟ هذا سؤالي لو سمحت، صارخا كما يقول المغرب. هو انحياز سياسي لأن بكل بساطة أن محكمة العدل الأوروبية لم تأخذ بعين الاعتبار التوجه العام داخل منظمة الاتحاد الأوروبي، على اعتبار أن هناك 19 دولة تدعم مبادرة الحكم الذاتي وتحت سيادة المملكة المغربية، وعلى رأسها الدول الكبرى الدول المؤثرة في القرار الأوروبي، وبالتالي هي تغرد خارج الصرب الأوروبي، وفي نفس الآن هي تغرد خارج الصرب الدولي، على اعتبار أن التوجه العام على المستوى الدولي أصبح يعتمد مبادرة الحكم الذاتي كقلب للشرعية الدولية فيما يتعلق بهذا النزاع المشتعل حول مغربية الصحراء. طيب. هي قفزت عن المعطيات الموضوعية وعن الحقائق الموضوعية المرتبطة بهذا النزاع، وأتحدث بكل وضوح في كون أن الاتفاقية ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية هي خاضعة للقانون الدولي. طيب سيدة قرتيت الفكرة واضحة. طيب استسمحك حتى طيب حتى أعود إليك خلال لحظات سيدة قرتيت لو سمحت، حتى أوفي ضيفي حقه من حيث الوقت. أيضا ممثل جبهة البوليساريو بسويسرا ولدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف سيد أبي بشراية البشير، ما موقفكم أنتم في جبهة البوليساريو من هذا الحكم؟ الخارجية المغربية تقول إنه انحياز سياسي صارخ، إن مضمون القرار تشبه العديد من العيوب القانونية الواضحة، أخطاء في الوقائع محل شبهات، بمعنى أنه مرفوض شكلا ومضمون. أولا فيما يتعلق عما إذا كان انحيازا سياسيا أم لا، في الحقيقة هو انحياز فقط للشرعية وللقانون الدولي، والموضوع الذي كان مطروحا على محكمة العدل الأوروبية، بالمناسبة هذا ليس أول قرار يصدر عن المحكمة، إنما تصدر عنها مجموعة من القرارات تباعا منذ سنة 2016 إلى الآن، وفي مجملها أكدت على ما أكد عليه القرار الصادر الأسبوع الماضي. هذا القرار بالإضافة إلى كونه انتصار لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وانتصار للقانون وللشرعية الدولية، أتفهم فعلا حجم الألم الذي تحس به الرباط، لأنه شكل ضربة موجعة للمغرب، ولكن أيضا لحلفاء المغرب خاصة داخل أوروبا وبالمناسبة على رأسهم فرنسا وإسبانيا. موجعة للمغرب لماذا؟ لأنه نعرف بأنه الآن المغرب منذ سنوات منخرط في حملة لا تبقي ولا تذر لمغالطة الرأي العام، خاصة فيما يتعلق بقضيتين. القضية الأولى المتعلقة بالوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية، ويعني ما يقول ضيفك الاعتراف بالسيادة وإلى آخره ومجموعة القنصليات. القضاة الأوروبيون، المحكمة العدل الأوروبية وهي أعلى محكمة قضائية في الاتحاد الأوروبي وأكثرها احتراما حتى في العالم، تقول بأن المغرب لا يمتلك أي نوع من السيادة على الصحراء الغربية، وبأن الصحراء الغربية والمملكة المغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان، وهذا لديه تأثير مباشر على ما يروج له المغرب الآن حول ما يتعلق بمقترح ما يسمى بالحكم الذاتي، لأنك لكي يكون لك الحق في إعطاء إقليم وضع حكم ذاتي يجب أن تحل مشكلة السيادة. طيب، طيب قبل أن نذهب لذلك سيد أبي بشاي البشير، فقط لأن النقطة هذه حتى قبل أن تتحدث تنتقل لو سمحت إلى نقطة أخرى لأنها مهمة. وزير الخارجية المغربي ناصر بوريتا استغرب إصدار القضاء الأوروبي بل القضاة حكمهم قبل يومين من تركهم لمناصبهم، يعني الأمر بدأ غريبا نوعا ما. كيف تصف أنت هذا الأمر وكيف تفهمه؟ هل من تفسير له؟ أنا أستغرب في الحقيقة. أولا اليوم تم تجديد الثقة في رئيس المحكمة، ومن خرج هم مجموعة من القضاة خرجوا إلى التقاعد، ولكن في الحقيقة الأكثر غرابة وأن يقوم رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون بالإعراب عن تغيير موقفه بشكل جذري. سنأتي على هذا الأمر. أشهر فقط قبل. هذا سؤالي سيكون في مرحلة لاحقة سيد أبي. نعم. فقط حتى نتقيد نواصل مع المحكمة لو سمحت. النقطة الثانية المهمة المتعلقة بالمحكمة بعد موضوع السيادة، طبيعة النزاع في الصحراء الغربية. المغرب يغالط العالم بأنه نزاع إقليمي ونزاع. طيب سنأتي على هذه الإشكال، هذه النقطة أيضا. موضوعي الآن هو الحكم، سأعود إليك خلال لحظات. أستسمحك سيد أبي.
بشرى البشير، سأعود إليك لأن الموضوع الآن هو مسألة هذا الحكم، وسنعود إلى الخلافات المتبقية المتعلقة بباقي نقاط هذا النزاع. المحكمة اعتبرت أن المفوضية، حتى أعود إليك دكتور الأحسن قرطيط من الرباط، المحكمة اعتبرت أن المفوضية الأوروبية تجاهلت حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، تقول إنه حتى ولو أنه تم استطلاع آراء السكان بهذا الشأن في الصحراء الغربية فإنها لم تكن لتعني موافقتهم، وكان من الممكن الأخذ بهذه الموافقة لو كان تطبيق هذين الاتفاقين الصيد البحري والزراعة قد أعطيا فوائد محددة وملموسة وجوهرية، وهو لم يكن يحصل وفق هذه المحكمة تحديدا. ما رأيك في هذا؟ ولو تعاقب لو سمحت أيضا إن أردت على ما ذهب إليه ضيفي في الجانب المقابل. كما يقال إذا ظهر السبب بطل العجب. قلنا على أن قرار محكمة العدل الأوروبية هو قرار مشبوه، والشبهة واضحة فيما أشرت إليه هو كون أن القضاة ستنتهي ولايتهم خلال الأيام القادمة، وبالتالي هذا وزير الخارجية يقول أن بعضهم غادروا منصبهم حتى نكون دقيقين ولم يتحدث تماماً. يعني بالنسبة تماماً لرئيس المحكمة الأمر ماهوش ليس مؤكدا فقط. تماما صحيح صحيح الأخ حكيم، هناك قضاة انتهت مهامهم بشكل مباشر بعد بيومين قبل هذا القرار، لكن كما قلت يعود فيما يتعلق بالطابع السياسي لهذا القرار، وهو ما جاء أصلا على مستوى التسويغ القضائي، وأشرت أنت إلى الحديث عن شعب الصحراء الغربية وإلى الحديث عن تقرير المصير، لذلك قلت على أن محكمة العدل الأوروبية هي ترامت على اختصاصات مجلس الأمن، على اعتبار أن هذا النزاع هو في دائرة النزاعات المرتبطة بالسلم والأمن سواء الإقليمي والدولي، وبالتالي ليس من صلاحيات محكمة العدل الأوروبية البت في هذا النزاع أو في طبيعة هذا النزاع، على اعتبار أن مهام محكمة العدل الأوروبية هي البت في الخلافات ما بين المؤسسات الأوروبية وهي تدير المجال الأوروبي، وبالتالي كما قلت لم تأخذ محكمة العدل الأوروبية بعين الاعتبار الوقائع السابقة، وهناك ما يسمى على المستوى الاجتهاد القضائي الدولي لو بريسيدون السابقة، وهنا كان ينبغي لمحكمة العدل الأوروبية أن تسترشد بقرار محكمة مقاطعة تراكسون بفرنسا فيما يسمى بلا كونفدراسيون بيزان، وحكمت وكان حكم محكمة مقاطعة تراكسون بإبطال الدعوة التي رفعتها جبهة البوليزاريو عبر لا كونفدراسيون بيزان. كذلك القضاء الأنجلوساكسوني البريطاني سبق وأن أعطى موقفه ابتدائيا ونهائيا في قضية شبيهة بالقضية التي عرضت أمام محكمة العدل الأوروبية، وتم الإقرار على أن الاتفاقية ما بين بريطانيا والمغرب هي خاضعة للقانون الدولي. طيب وهنا أعود للكلمة التي جاءت في التصريح المشترك إن سمحت للأخ الحكيم، التصريح المشترك لبوريل وفوندرلاين قال بكل وضوح على أن الاتفاقية خاضعة لمبدأ باكتا سان سيرفاندا، أي أن العقد شريعة المتعاقدين. وسأتي على هذه النقطة الآن دكتور الأحسن القرطيط. طيب استسمحك والرئيس تشير إلى أن هناك نقطة نظام، المغرب يطلب الكلمة. شكرا جزيلا سيدتي الرئيسة. بداية بما أنها المرة الأولى التي أتناول فيها الكلمة في هذه اللجنة الرابعة، أود فقط أن أهنئك على تبوك لمنصب الرئيسة ولك أن تعودي على دعمنا التام. أثير نقطة نظام، لأن المندوبة التي تتحدث أو قدمة الائتماس التي تتحدث تجاوزت خطا أحمر. مقدمة الائتماس يجب عليها أن تفهم المهمة التي جاءت من أجلها، وهي تقديم ائتماس بشأن وعرض للوضع، وتجاوز هذا الخط هو أمر لا نسمح به، فهو خط أحمر بالنسبة لبلدي وبالنسبة لمؤسساتنا، كذلك كل الرموز الوطنية هي خط أحمر لا يجدر تجاوزه. ولذلك أطلب منك سيدتي الرئيسة ومن خلالك مقدمة الائتماس أن تحترم قواعد هذه اللجنة وأن تحترم
موضوع هذه المناقشات وهذا البند دون تجاوز أي خطوط حمراء. شكرا. أشكر ممثلة المغرب الموقرة. قبل أن أعطي الكلمة من جديد لمقدمة الائتماس، أود أن أذكر كل مقدمي الائتماسات بأهمية احترام قواعد هذه اللجنة، وفقط الإشارة إلى مسألة الصحراء الغربية، لكن أن تواصلي مداخلتك سيدتي. السيدة الرئيسة، لدينا معلومات تستند إلى تجربتنا وما لاحظناه في الميدان. هناك قضاة ومحاكم لا تحترم التزاماتها وتقوم بفرض عقوبات غير إنسانية على المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما عقوبات بالسجن مدى الحياة لمن يطالبون بحق تقرير المصير. هؤلاء القضاة لا يأخذون في الاعتبار الشكاوى وشكاوى التعذيب التي يقدمها الشعب الصحراوي، فالشعب الصحراوي يعيشون في نظام فصل عنصري. في سياق هذا الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية، من المهم أن نؤكد على مشاركة محكمة العدل الدولية في فتواها الاستشارية لعام 2004 والمتعلقة بانقطاع صوت التحقيق. To my understanding, the speaker has left 20 seconds left. يبدو أن المتحدثة بقيت لها 20 ثانية، سأعيد لك الكلمة. هذه نقطة نظام ثانية. أرجوكم أن تحترموا النظام وأن تلتزموا بموضوع النقاش. أمامك 20 ثانية، تفضلي سيدتي. نقطة النظام واضحة، بذكركم عليكم على الجميع أن يحترم القواعد من الملتمسين، ذكرناكم مرة، ونرجو منك أن تكملي حديثك مع احترام قواعد هذه الجلسة. سيدة الرئيسة، أختتم. عفوا، لا يسمح لي بإتمام بياني. المغرب، تفضلي. شكرا سيدتي، وانا اعتذر، ولكن ان كان هناك وفد في هذه القاعه يريد ان يدير اعمال الجلسه بطريقه سلسه فهو وفد المغرب بكل الاحترام. انتم نحن نستمع من الملتمسين، لم تبقى لها الا 5 ثواني ولا 20 ثانيه. اولا، ثانيا، الابارتايد لا يعيش الا في ذهن الملتمسين. هنا دول الأعضاء نحترم أسماءهم ونحترمهم في هذه القاعة ونحترم الأمر المتواجدين به. لا نقوم بنعت الدول الأعضاء هنا بأنظمة الأبارتايد. نحن لا نقبل بهذا، وهذه نقطة نظام ثانية، وسوف نبقى نطرح نقاط النظام طالما تجاهل الملتمسون النظام الداخلي لهذه الجمعية العامة وطبيعة وهيبة العضوية في هذا المبنى. وشكرا. قد تكرر هذا الخطاب ليس لسنوات مكتوب. معك دقيقة وخمسة وثلاثين ثانية، أعطي الكلمة إلى المغرب لإثارة نقطة نظام. مادام تشير، خطابا على الأقاويل والأكاذيب والمعلومات المغلوطة التي يتقدم بها الناطق باسم شعب وهمي الذي يتكلم عن أكاذيب بكل معنى الكلمة، أكاذيب تاريخية وأكاذيب تراثية وأكاذيب اجتماعية. ولكي لا نغلط هذه اللجنة ولا نسمع له يتحدث وينقل مغالطات، نطلب من حضرتكم سيدة الرئيسة أن يلتزم التزام تام بالتكلم عن موضوع هذه الحصة. نحن لسنا هنا لمضيعة وقت الدول
والحضور الكريم سماع لتفاهات وأقاويل وأكاذيب لا صلة لها بالواقع. السيدة الرئيسة، إذا أراد السيد الذي يأخذ الكلمة الآن أن يتمم كلامه فليلتزم بموضوع الحصة، وإلا فسوف يكون كلام ثاني. شكرا. أشكر ممثلة المغرب، أخذت علما بنقطتك، وفي الوقت عيني أذكر بأن نقطة النظام لا تتعلق إلا بالإجراءات ولا تتناول المضمون والموضوع. في وقت عيني أطلب من مقدمي الحطات التركيز على موضوع الصحراء الغربية، وأن تكون لغتهم قائمة على الاحترام. طلب طلب آخر للكلام لإثارة نقطة نظام من الجزائر، لكم الكلمة. شكرا السيدة الرئيسة، سأتبخى الإجازة. أريد أن أثير نقطة إجرائية، وقد أنت وقد ذكرتنا فبحسب النظام الداخلي، نقطة النظام هي نقطة تتناول مسائل إجرائية ولا تتناول الجوهر والمضمون، وهذا ما يقودني إلى النقطة الثانية والأخيرة. منذ بداية هذه الدورة سمعنا ممثلا لأحد الوفود، ممثلة تتدخل أكثر من مرة، وأعتقد أنها تجاوزت إلى حد كبير الوقت المخصص لمقدمي الالتماسات الذين سمعناهم مجتمعين. لذلك إن كانت تريد أن تتناول الكلام بدلا عن مقدمي الالتماسات، فربما يمكننا أن نفتح مجالها كمقدمة التماسات. أشكر المندوبين على كلماتهم، وأذكركم بأن النقاط في النظام طعن بالإجراءات ولا تتناول موضوع بيانات والمندوبين الآخرين. نقطة نظام مشددا من المغرب، لك الكلمة، وأذكركم بأن هذه النقطة يجب أن تتناول الإجراءات، إذا تتناول الإجراءات لا مضمون، لك الكلمة. شكرا جزيلا السيدة الرئيسة، وأيضا طلبت الكلمة مجددا لكي أرد على ما سمعناه من الجزائر، فمندوب الجزائر تناول الكلمة، ولا أدري ماذا الجزائر، هو الوفد الوحيد الذي تناول الكلمة وطلب الكلمة لإثارة مثل خاصة بنقطة نظام، النقطة تتعلق بالإجراءات ولا تتناول المضمون. وخير دليل على ذلك أن كل البيانات التي ألقيت هي مليئة بالأكاذيب والمزاعم المغلوطة، ولم نطلب الكلمة للتعليق عليها، ولكني طلبت الكلمة. طلب وفد بلادي الكلمة لإثارة مسألة إجرائية، هذا أولا. ثانيا، نحن باحتراما أيضا ندعو كافة الوفود إلى أن تحترم بعضها البعض، فأنا أتناول الكلمة لإثارة مسألة إجرائية، ولا أريد أن يتم التعليق سلباً على حقي في تناول الكلمة. ثانياً، هذا ثانياً. ثالثاً، السيدة الرئيسة بكل احترام أيضاً أود أن أشدد على رئاستك لهذه اللجنة، ونحن نثمن هذه الرئاسة عالياً وليس الرئاسة بمسحة، لذلك لا أقبل أبدا ما سمعناه من الجزائر عندما قال بأنه يمكنني أن أتشارك في رئاسة هذه الجلسة معك، وهذا تجاوز آخر للحدود، مجددا أطالب بالامتناع عن تعليقات من هذا النوع. شكرا. أكرر مجددا كرئيسة، لقد فهمت ما قلت. وفي السياق نفسه، أبرزت النائبة البرلمانية المنحدرة من الأقاليم الجنوبية ليلى داهي النجاحات الدبلوماسية التي أحرزها المغرب في إطار جهوده الرامية الدفاع عن وحدته الترابية في مواجهة مناورات الميليشيات الانفصالية المسلحة للبوليساريو وعربتها الجزائر. متحدثة ليلى داهي، نائب بالبرلمان المغربي وكذلك نائب بالبرلمان الإفريقي ورئيسة لجنة الشباب بالبرلمان الإفريقي، يشرفني أن أقدم ملتمسي هذا أمام هيئتكم الموقرة. سيدة الرئيسة، سيدات والسادة الحضور، خلال الخمس سنوات الأخيرة عرف ملف الصحراء المغربية تطورات مهمة ومتسارعة لدرجة فاجأت خصوم المغرب وأربكت حساباتهم وبدأت تخرجهم من جحور
بدورهم وتظهرهم على حقيقتهم. فخلال هذه السنوات بدأ المغرب يجني ثمار مجهوداته الدبلوماسية المتعقلة وتشبثه المستميث بحقه المشروع في الدفاع عن وحدته الترابية. لقد أظهر المغرب المزيد من الحزم في معالجة ملف وحدته الترابية، حيث وضع أسسا جديدة في التعامل مع شركائه من خلال اشتراط توضيح موقف هؤلاء الشركاء من وحدته الترابية بشكل لا يقبل التأويل أبدا، بعد أن ظلوا لسنوات طويلة يلعبون على الحبلين، يتلاعبون بمواقف وتصريحات ضبابية واللجوء إلى استعمال مصطلحات مبهمة وملغومة يمكن لكل طرف في هذا النزاع أن يؤولها لصالحه. وبفضل هذا الحزم اضطرت العديد من الدول الكبرى إلى مراجعة مواقفها والخروج من المنطقة الرمادية من خلال التعبير صراحة عن اعترافها الواضح بمغربية الصحراء، كما هو الحال بالنسبة لدول كبرى كألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وهولندا والدنمارك والبرتغال وصربيا وهنغاريا وقبرص ورومانيا، واللائحة طويلة جدا. موازاة مع ذلك قامت 30 دولة بالتعبير عن دعمها للوحدة الترابية للمغرب من خلال فتح قنصليات لها بمدينتي العيون والداخلة، كبرى مدن الأقاليم الصحراوية المغربية، وهذا أرقى أشكال الاعتراف بمغربية الأقاليم الصحراوية. والأهم في هذا الاعتراف أن 40% من الدول الإفريقية المنتمين للجهات الخمس المكونة لهذه القارة فتحت قنصليات لها بهذه المنطقة من المغرب، وهي رسالة واضحة مفادها أن القارة الإفريقية ترفض صراحة الكيان الدخيل للجمهورية الصحراوية الوهمية الذي فرض عليها في الثمانينات من القرن الماضي جراء الضغوط والرشاوي وعمليات التزوير والتدليس. إذا رجعنا لكم من جديد الأصدقاء، كنتمنى يكون الفيديو ديال اليوم نال الإعجاب ديالكم. كيف ما العادة دائما نخليكم على قناتنا وقناتكم أنبيتون باش دائما توصلوا بآخر ما هو جديد عن مغرب أنا الحبيب من أخبار وتحليلات ونقاشات على قناتنا وقناتكم. فما تنساوش أنكم تضغطوا على زر الجرس وزر الإعجاب وأيضا زر الاشتراك باش دائما توصلوا بآخر ما هو جديد عن مغربنا الحبيب. نتلاقاو في فيديو قادم وخبر قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.